إلى كل من يسمع من الائتلاف والحكومة والجمعيات الإغاثية والمغتربين من أبناء الوطن، أنتم جميعاً أمام المسؤولية التاريخية. والجمعيات الإغاثية والشرفاء والمغتربين من أبناء الوطن بالذات، أنتم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية. وإننا نسأل ما معنى أن توزع الحكومة رواتب على موظفيها في الخارج والداخل وتترك الطبقة الكادحة والفقيرة تتضور جوعاً وألماً. وإن وراء الأكمة ما وراءها، وسيأتي يوم يحاسب فيه الشعب كل المقصرين تجاهه وتجاه الوطن. هؤلاء العمال الذين هم عندنا هم مجاهدين، هم ثوار، هم أصحاب مشروع وطني حقيقي. نطالب جميع الجهات الرسمية والمدنية والجمعيات الدولية أن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء العمال، لأنهم لا ذنب لهم في هذا الذي يتعرضون له من 4 أشهر وهم يعانون ما يعانون. لم يبقى عامل إلا واستدان، إلا وباع أغراض بيته، إلا ودفع ثمن لم يدفعه أحد سواه، لم يسبقه في ذلك إلا الشهيد. نكلف كافة الناس أن تقوم بواجباتها تجاه الوطن وتجاه هذا البلد وتجاه هذه الثورة، والله من وراء القصد.